عندما تخرج الطائرة عن العمل، عادة ما يتم قصها للخردة، لكن بعضها لا ينهي خدمته في المكب، ولكن في أماكن أخرى، مثلاً في قاع البحر، في حقل بالقرب من السكن، في صحراء ساخنة أو على الرمال الباردة. تبدو رائعة ومخيفة، أليس كذلك؟ هذه إنفينيتي، في هذه الحلقة سأعرض لكم أكثر 10 طائرات مهجورة ومخيفة. يمكن العثور على العديد من السفن الغارقة في قاع البحار، لكن الطائرات أكثر ندرة. هذه واحدة من الحالات. في قاع البحر الأحمر بالقرب من الأردن، توجد طائرة قديمة من طراز لوكهيد مارتن بثلاثة محركات. المشهد مثير للإعجاب ومخيف في نفس الوقت. الطائرة الكبيرة المدفونة في الرمال ساحرة وتجعلك تتساءل، ماذا حدث؟ ربما تحطمت ولم تستطع الهبوط بشكل صحيح، أم أن أحدهم ضربها وسقطت في الماء؟ لحسن الحظ هذا لم يحدث. في الواقع تم التخلي عنها عن قصد، تم إغراقها في البحر في 2019 لتصبح شعاباً مرجانية اصطناعية للحياة البحرية. تقع الطائرة التي سجلت في 1980 على عمق 15 إلى 28 متراً. ذيل الطائرة مغمور كلياً، وقمرة القيادة فوق بقية جسم الطائرة. إنها تحقق غرضها تدريجياً وتصبح موطناً للحياة البحرية، ولكن يبدو أنه ليست فقط الأسماك التي تزورها غالباً، ولكن المصورون تحت الماء والغواصون ومستكشفو حطام السفن الذين يغوصون باستمرار إليها. بوينغ في بالي. إذا سافرت جنوبي بالي الإندونيسية، في وقت ما قد تجد طائرة مهجورة غامضة تقع على بعد 50 متراً من الطريق في مقلع للحجر الجيري. تبدو غريبة وغير عادية، لأنه غالباً تتواجد الأشياء المهجورة في مكان ما في وسط اللامكان وليس بجانب الطريق. الأمر الأكثر غرابة هو أنه ليس لها أي سمات تجعلها تنتمي إلى أي شركة طيران. من غير المعروف حتى من أين جاءت، ظهرت في المحجر في عام 2014، وحتى المحليين لم يفهموا كيف تم جرها إلى هنا، لأنه من الواضح أنها لم تهبط بل تم إحضارها إلى هنا عن قصد. وفقاً للمقولات، اشترى بعض المالكين الأستراليين الطائرة وأحضرها إلى هنا في قطع صغيرة، ثم تم تجميع الطائرة في الموقع. على أي حال، تعتبر الطائرة معلماً سياحياً للمنطقة، يتدفق الناس بانتظام لمشاهدتها، ومع ذلك لا يمكن القيام بذلك إلا عن بعد، لأنها على ملكية خاصة والتي تخضع لحراسة. ولكن ربما سيكون من الممكن قريباً الدخول إليها دون مشاكل، لأنه من المخطط تحويلها إلى مطعم. دعنا نعود إلى الأشياء الجدية. الأمر خطير للغاية، لأنه يتعلق بطائرة فقدت خلال الحرب العالمية الثانية. في 1942 خلال حملة شمال إفريقيا، كان الرقيب دينيس كوبينج من القوات البريطانية يقود طائرة كيتي هوك B40. إنها طائرة مميزة، تبدو وكأنها فم لسمكة قرش. أثناء الرحلة خرج الرقيب عن مساره ولم يعد إلى القاعدة، لذلك اضطر إلى الهبوط القسري في الصحراء الكبرى. بعد اصطدامها بالأرض أصيبت الطائرة بأضرار بالغة، لذلك اضطر إلى التخييم وانتظار المساعدة. لم يكن هناك أحد في الجوار، لذلك سرعان ما توفي. تم الإبلاغ عن اختفاء الطائرة والرقيب، ولم تظهر الحقيقة إلا قبل بضع سنوات، عندما عثر أحد عمال النفط على الطائرة بينما كان يستكشف مناطق في الصحراء في غرب مصر. حددت من رقم الذيل أنها تنتمي إلى شركة كوبينغ، ولم يتم العثور على رفات الرقيب أبداً. بعد هذه القصة عن الصحراء الحارة، فإن الأمر يستحق التبريد، ولهذا سنغوص في المحيط مرة أخرى. إلى جانب أن لوكهيد قبالة سواحل الأردن، هناك الكثير ليعثر عليه، مثلاً القرصان فوت أوف فور يو ذات المقعد الواحد من الحرب العالمية الثانية. عثر عليها قبالة ساحل هونولولو هاواي، كانت تنتمي إلى الملازم هولدن من الجيش الأمريكي. في 1945 كان الملازم في مهمة تدريبية عندما تعطلت فجأة. بدأت الطائرة في التصدع وتسريب الوقود. هبط هولدن على الماء اضطرارياً. بدأت الطائرة تغرق في المحيط، لكن الطيار قد نجا. من وقتها تقع طائرة القرصان في قاع المحيط الهادئ، ومثل الطائرة الأردنية في البحر الأحمر تجذب العديد من الغواصين. الوصول إليها ليس صعباً، فهي تقع على عمق 30 متراً. طائرة غارقة أو مدمرة أمر ساحر،
لكن ماذا عن مقبرة كاملة من الطائرات المهجورة؟ هناك عدد غير قليل منها، وهي في الغالب مقابر عسكرية، ولكن أود أن أريكم مقبرة للطائرات في تايلاند يمكن العثور عليها في بانكوك. المقبرة صغيرة لكنها جميلة. هناك بوينغ 747 وطائرات من MD-82. السياح يزورون الطائرات بانتظام. تنتشر أجزاء من الطائرة وأقنعة الأكسجين حولها. هذا كل ما تبقى من معداتها، لأنه حتى الأنابيب وكابلات الطاقة تم إزالتها منذ زمن. هذا الجو كأننا ننظر إلى وقت تحطم هذه الطائرات، ولكن لا يوجد تحطم. هذه المقبرة هي لرجل أعمال، وهي ملكية خاصة، ولكن مقابل مبلغ متواضع من المال سيسمح لأي سائح بالدخول. واحدة من أكثر الطائرات المخيفة في أيسلندا، على شاطئ الأسود في سولهايما ساندور القاحلة، توجد طائرة دوغلاس التابعة للبحرية الأمريكية، وعلى عكس تلك الطائرات التايلاندية فإن لها تاريخاً أكثر رعباً. في تشرين الثاني من 1973 أقلعت من قبل البحرية الأمريكية، نفد وقودها وتحطمت في أيسلندا. الخبر السار هو أن الطاقم نجا، لم يكن بالإمكان استعادة الطائرة، لذلك تركت على الرمال السوداء. كانت ترقد هناك لأكثر من 50 عاماً. ظلت على حالها لفترة طويلة حتى تم اكتشافها عن طريق الخطأ من قبل أحد المزارعين في المنطقة. منذ ذلك الحين كانت طائرة دوغلاس معلماً محلياً، يزور السياح المكان بانتظام، والذي كان يمكن الوصول إليه بالسيارة. الآن عليك المشي، ولكن ربما يستحق هذا. إذا كنت ترغب في الزيارة اعرف أنه ليس آمناً، فقد توفي العديد بسبب انخفاض الحرارة هنا، لذلك كن مستعداً للصقيع. في الرابع من نيسان في 1943 أقلعت 25 قذيفة أمريكية لقصف نابولي بإيطاليا. عادت جميع الطائرات بأمان من المهمة باستثناء ليدي بي جود القاذفة رقم 64. لم تسفر عمليات البحث في البحر عن شيء، اختفت دون ترك أي أثر. سقطت العديد من الطائرات في البحر، لذلك تم إدراج الطيارين كضحايا في الحرب العالمية الثانية، وتم النظر في قصة ليدي بي جود. مع ذلك في 1958 أثناء الرحلة في الصحراء الليبية تم العثور عليها، وبعد عام تم إرسال رحلة استكشافية إلى الموقع حيث وجدت قاذفة ليدي بي جود برقم 64. لم يكن هناك طيارون أو مظلاتهم على متن الطائرة، ولا تزال الإمدادات سليمة. هذا يدل على أن الطاقم قد نجا، والمدهش بدون الطاقم إن الطائرة هبطت بنجاح من تلقاء نفسها، لم تنهار بالسوء الذي كان يمكن أن يحدث من الاصطدام. تم العثور على أفراد الطاقم بعد عام، لسوء الحظ ماتوا جميعاً. كان الطيارون يرقدون على بعد 130 كيلومتراً منها. كما تم العثور على مذكرات لأحد الطيارين وصف فيها الأحداث قبل وبعد الحادث. الآن انتهت القصة، وبعد بضع سنوات تم نقل ما تبقى من الطائرة إلى القاعدة العسكرية الليبية للتخزين، ولا تزال هناك حتى اليوم. في الصحاري يمكنك العثور على مجموعة من الطائرات الأخرى بقصتها المثيرة للاهتمام. الاكتشاف التالي من العراق. عندما دخل الجيش الأمريكي العراق في 2003 عثر على قذائف كيميائية مصنوعة قبل عام 1991، وكذلك مصانع لإنتاجها. لكن الاكتشاف الأكثر غرابة كان أسطولاً من مقاتلات ميج وSU-25 متقدمة ملقاة في الصحراء العراقية. تم بناء العديد من تلك الطائرات في السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين، ولكن ليست معطلة وحتى تعمل جزئياً. لماذا إذن كانت مرمية في الصحراء؟ افترض الجيش الأمريكي أنها لم تقلع أبداً خلال الحرب، حيث فهم القادة العراقيون عدم جدوى محاربة الأمريكان المتفوقين كثيراً. خلال الحرب لم تقلع طائرة واحدة من المطارات العراقية. هل ما زلت تتذكر دوغلاس على الشاطئ في أيسلندا؟ يمكن العثور على دوغلاس مهجورة واحدة على الأقل. أنا أتحدث عن هذه الطائرة التي تقع على حدود كرواتيا والبوسنة والهرسك. الطائرة المهجورة والمنسية والتالفة هي جزء من قاعدة زلجافة الجوية. كانت ذات يوم أكبر قاعدة جوية ومطاراً تحت الأرض في يوغوسلافيا، لكن القاعدة مهجورة الآن. الطائرة هي عامل الجذب الرئيسي للقاعدة، ونظراً لعدم وجود حراس يمكن للمرء الاقتراب منها. كثير من الناس يدخلون هذه الطائرة المهجورة ويتركون أيضاً كتابات عليها. شخص ما يحول الطائرات إلى مؤسسات، وشخص آخر إلى منازل.
يبدو غريباً، ولكن هناك حالة مميزة. اشترى مهندس أمريكي من أوريغون يدعى بروس كامبل طائرة بوينغ مهجورة خرجت من الخدمة منذ 15 عاماً وحولها إلى منزل أحلامه. الطائرة مخفية ويصعب العثور عليها، هذا أفضل لبروس الذي يعيش في سلام. للوصول إليها يتعين على المرء أن يصعد درجاً في نهاية الذيل، إنه محاط بحديقة أنيقة. يقوم المهندس بقصها بانتظام، كل شيء كما لو كان يحدث في عقار عادي أمام منزل ريفي. أعاد بروس بناء الطائرة بشكل رائع، تخلص من المقاعد وحول الجزء الداخلي إلى غرفة نوم وغرفة معيشة ومكتب. يحضر طعامه في مطبخ الطاقم السابق، كان عليه تحديث الحمام وبناء دش فيه. تحتوي الطائرة على نظام استباكة وكهربائي كامل، حتى أن هناك إضاءة فاخرة وأرضية شفافة. تبدو جيدة بالنسبة لي، أترغب في العيش في منزل كهذا؟ هذا كل شيء، أخبروني في التعليقات أي من الطائرات المهجورة أثارت إعجابكم. شكراً للمشاهدة وأراكم لاحقاً.